وننتقل الآن مشاهدينا إلى قرعة انتخاب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوابه. الفقرتين الثانية والثالثة من مرفق القرار 33/138 المؤرخ 19 من ديسمبر كانون الأول 1978، ينتخب نواب الرئيس البالغ عددهم 21 نائبا للرئيس في الجمعية العامة حسب النمط التالي: 6 ممثلين عن الدول الأفريقية، 5 ممثلين عن دول آسيا والهادئ، 3 ممثلين عن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ممثلين عن دول أوروبا الغربية والدول الأخرى، و5 ممثلين عن الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن. وعملا بالفقرة 16 من قرار الجمعية العامة مقرر الجمعية العامة 34/401 يتم التخلي عن انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع السري متى كان عدد المرشحين يناسب عدد المقاعد الواجب أن تشغل، وسوف نعمل على هذا الأساس. والآن دعوني أتلو عليكم أسماء المرشحين: الدول الأفريقية بنين، بوروندي، كينيا، موريتانيا، نيجر، زيمبابوي. دول آسيا والهادئ: ماليزيا، نيبال، تاجيكستان، فيتنام، تركمانستان. دول أمريكا اللاتينية والكاريبي: تشيلي، السلفادور، جامايكا. دول أوروبا الغربية والدول الأخرى: أستراليا، إسرائيل. بما أن عدد المرشحين يناسب عدد المقاعد الواجب أن تشغل في كل منطقة، أعلن هؤلاء المرشحين مرشحين منتخبين بالإضافة للممثلين الخمسة عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي تكون الدول التالية قد انتخبت لتكون نائبا للرئيس الجمعية العامة في دورتها 77: أستراليا، بنين، بوروندي، تشينا، سلفادور، فرنسا، إسرائيل، جامايكا، كينيا، ماليزيا، موريتانيا، النيبال، نيجر، الاتحاد الروسي، تاجيكستان، المملكة تركمانستان، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، زيمبابوي، وتشيلي. وأود أن أنتهز هذه السانحة لأهني الدول التي انتخبت نائبا لرئيس الجمعية العامة في دورتها 77. والآن أعطي مشاهدينا، نقلنا لحضراتكم جانبا من وقائع قرعة انتخاب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ونائبيه.